بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. الشبيبة التجمعية السيد رئيس المنظمة الجهوية للشريبة التجمعية جهة دار بيدستات مناضلي ومناضلات حزب التجمع الوطني الأحرار بإقليم النواصل. الشبيبة التجمعية ديال حزب التجمع الوطني الأحرار في إقليم ديال النواصل حول الحصيلة الحكومية ديال العمل اللي قامت به لحد الآن يعني في نصف الولاية ونقاش مستفيد مهم جدا في عدة محاور ولكي يحضروه يعني أولا الشباب والمنتخبون يعني على الصعيد ديال الإقليم واللي كي نشوفوا كيفاش هذا العمل ديال الأوراش اللي كتنزلها الحكومة كتأثر على الصعيد ديال الإقليم وعلى الشأن المحلي وكيفاش الانخراط ديال المجالس المنتخبة كذلك. برنامج حافي اللي كتقوم به الشبيبة وهذا واليوم في هذه المحطة هي محطة ديال التواصل مع المنتخبين وكذلك عبر المنتخبين مع المواطنين حول هذا التثمين ديال العمل الحكومي. انعقد اليوم الملتقى الإقليمي في النواصر للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية وكانت فرصة لمناقشة الحصيلة الحكومية لنصف الولاية. كانت فرصة ليعرض قيادي الحزب كل ما تم تنزيله من أوراش ومشاريع التي كانت في البرنامج الانتخابي والتي عملت الحكومة على تنزيلها في البرنامج الحكومي لمدة 3 سنوات تقريبا. وكانت فرصة كذلك بالنسبة لنا احنا كمنتخبين على الجهة لمناقشة التنزيل المحلي والمرحلي لهذه المشاريع، حيث أنه الحكومة عملت على تنزيل كل ما يخص برنامج الدولة الاجتماعية تيمنا بتوجيهات الملكية السامية، تنزيل كذلك تغطية الاجتماعية الصحية الشاملة، إحداث السجل الاجتماعي الموحد، وكل ما يخص برامج التعليم والصحة والتشغيل. على مستوى الجهة اشتغلت الجهة على العمل بطريقة موازية وتكميلية لكل البرامج الحكومية المركزية، حيث عملت على إحداث عدة برامج لفك العزلة، عدة برامج لمساندة وتكميل ما تم إنزاله مركزيا مع المديرية الجهوية للصحة وللتعليم، وكذلك اشتغلت على عدة برامج تخص التكوين والتشغيل والمقاولات الصغرى والحديثة.